نحن على يقين من أن وزارة العدل وعلى رأسها معالي وزير العدل حافظ الأخدام قد اتخذت يعني بالنسبة لهذه التحويلات ويعني التعيينات كل ما يقتضيه القانون، قانون القضاة الذي هو أساسا من يعني صنع القضاة ذاتهم. ولذلك نتمنى أن يتم الاحتكام إلى الحكمة وإلى الروية وإلى أخلاق المهنة، مهنة القضاء التي هي أسمى وأعلى مهنة. نتمنى أن يتم الاحتكام إلى هذا من أجل إيجاد الحلول. الإعلام له دور هام في تثقيف وتوجيه المجتمع لما فيه خير الجميع، ونتطلع إلى دور إيجابي في مرافقة المسعى القاضي بتنظيم الانتخابات التي هي التي في يعني تقدير المجتمع الجزائري برمته هي المخرج الآمن لما تعيشه البلاد.